وحول هذا الموضوع معنا النائب رسول أبو القوزي. رسول، الآن في شهر محرم، في شهر محرم الناس تطبخ قيمة وهريسة، نسميك رسول أبو القيمة لو أبو الهريسة، وانت موجود بالبرلمان، ده تطبخون بالبرلمان؟ لا لا، هي موجود الطبخ بالبرلمان، والقيمة هي أكثر شيء موجودة حاليا بالبرلمان. يعني الطبخ مستمر بالبرلمان، والاعتصامكم مستمر بالبرلمان، وأجواء محرم تقيموها داخل البرلمان، داخل قبة البرلمان. لا نعم، أجواء محرم ومواكب، ويعني الطبخ مالتنا وطاب. طيب متى تغادر مبنى البرلمان رسول؟ والله طبعا اليوم رسول مواطن عراقي، لا لجهة معينة ولا هاي. اليوم الدافع اللي يخليني اليوم أطلع هو وطني وشعبي، لأن أنا أشوف الأوضاع جاي تستاء شوية شوية. لا بد أن، يعني إحنا اليوم شباب، إحنا اليوم طبقة يعني تقريبا مثل ما نقول 60% من المجتمع، لازم إحنا تصير لنا كلمة ووقفة. إحنا اليوم نقف بجانب وطننا، بجانب شعبنا، لابد يعني ان نوقف هاي الوقفه، لان محاسبين قدام رب العالمين. همين يسالونك يقولون لك يا بتعال ما وقفت ما ظهرت. لا الحمد لله طلعنا وظهرنا بتشرين وبهاي المظاهرات، هاي المظاهرات عفويه ان شاء الله. احنا اكو مطلب وهو حل البرلمان، يعني هذا يعني اليوم توحد المطلب مو بس للتيار الصدري.